إذا حفلنا الكريم، شكرا والشكر لله لكافة الزملاء. أيها الحفل الكريم، الإثارة حاضرة، شاهدناها وإياكم سواء في هذا الشوط الماضي أو كذلك في الأشواط الماضية، جميعها كانت حاضرة الإثارة وكذلك الندية هنا على أرضية هذا الميدان ولهذه الشعارات التي تتوافدت هنا على أرضية هذا الميدان لكي تحقق أي نقطة سواء تذكر. ولكن شاهدنا وإياكم شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يتميز تميز بلا شك على بقي على أكثرية الأشواط، وها هو أيها الحفل الكريم يتصدر هذا الشوط الذي انطلق قبل لحظات، وهو كما ذكرنا الشوط العاشر المخصص للجذاع البكار. مسافتنا المغررة كالعادة 5 كيلومترات. إذا مسيرتنا تسير ونحن نسير، وبداية نداءنا مع المركز الأول ومع من تحمل هذا الشعار المميز، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هو من يتصدر هذه الشعارات مع مشاهدينا الكرام. تجربة تجربة تقود المسيرة، تعود ملكيتها كما ذكرنا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ناصر بن مسفر الشهواني، يدير تجربة ويجرب حظه كذلك في هذا الشوط. نقلتنا والدور على المركز الثاني، اللي تحتل المركز الثاني الماجدية، تحتل المركز الثاني لعبد الهادي بن مشروم المري، هي من تحتل المركز الثاني، بينما حصل تغيير من الجانب اليمين، حصل تغيير في هذه اللحظات من قبل الذيبة المملوكة لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، هو من يديرها في عملية التضمير. إذا المرعب يتصدر هذا الشوط بقيادة تجربة وكذلك إذا كما ذكرنا تجربة وبقيادة المضمر ناصر بن مسفر الشهواني، أما في المركز الثاني الذيبة وكذلك بقيادة المحترف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، وكلاتها مملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ننتقل ونتعرف على المركز الثالث، اللي تحتل المركز الثالث الماجدية لعبد الهادي المشروم المري، وثلاثة كيلومترات يا المشروم، ثلاثة كيلومتر، يا سلام. ننتقل ونتعرف على المركز الرابع لكي نكمل نداءنا الأول مشاهدينا الكرام، اللي تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات بشاير تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر كذلك ناصر بن مسفر الشهواني، يريد أن تبشره بشاير بناموس هذا الشوط. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس، تصلنا هوايل في المركز الخامس، تعود الملكية للشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن جرحب الموهوب كذلك يتوهب ويعمل، وهو من يتكلف بمسؤولية هوايل اللي تحتل المركز الخامس. يا سلام، كيلو وين ونصف الكيلو يا مشاهدين يا متابعينا الكرام، يا سلام. نعود مباشرة لكي نتعرف كذلك على نداءنا الثاني وعلى مجريات هذا الشوط، مسيرتنا تسير والأمور تتغير في هذه المقدمة، الأضواء تنخطف من تجربة التي كانت تقود المسيرة، وكذلك تجربة هي من تتراجع في هذه اللحظات. على كل حال الصدارة لا زالت في هذه اللحظات بقيادة الذيبة المملوكة لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، المحترف يحترف كذلك بذكائه، يحترف بذكائه كذلك في هذه اللحظات. 2 كيلومتر يا فهد يا بن سيف يا أبو سعيد الخيارين، كيلو وين يا مشاهدين؟ إذا سألتم عن الموقع نحن نتجاوز هذه اللحظة في هذه اللحظات. نتعرف وإياكم على المركز الثاني،
وصلت تجربة في المركز الثاني، العايدة ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ناصر بن مسفر الشهواني المرعب هو من يديرها في عملية التطبير. هناك في المركز الثالث من الجانب اليمين وصلت بشاير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ناصر بن مسفر الشهواني يريد أن تبشره بشاير بناموس هذا الشوط. يا سلام بشاير وتجربة، يدير عملية تطبيرها ناصر بن مسفر الشهواني. يا سلام، هنا في المركز الثالث الرابع اللي تصلنا في المركز الرابع الماجدية لعبد الهادي المشروم، المري لا زال يحارب في هذه اللحظة حتى هذه اللحظات. يا سلام، كيلو ونصف الكيلو، 1500 متر تفصلنا عن خط النهاية. ننتقل وإياكم ونتعرف على المركز الخامس، وصلت شقرة أشقر على أشقر يا المريخي، مثل ما الحرة الأشقر حرك يا راعي شقرة. خميس بن عويض المريخي يدينها وكذلك مالكها في هذه اللحظات. يا سلام، شعارات قادمة لا محالة، شعارات قادمة لا محالة. يا سلام يا سلام يا سلام. هنا مشاهدينا الكرام نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المسيرة. أيها الإخوة أيها الحفل الكريم، مسيرتنا بقيادة بشاير. بشاير قلت لكم بتبشر الشهواني بالناموس. يا سلام يا سلام، الكيلو المتر الأخير تفتتحه بشاير في هذه اللحظات وتنتزع مقدمة هذا الشوط اللي عايدة ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ناصر بن مسفر الشهواني. روح يا بن مسفر، روح بن مسفر. يا سلام، حماس قادمة لا محالة، حماس قادمة لا محالة. تحتل المركز الثاني، أول نداء لها في هذه اللحظات، أول نداء لها في هذه اللحظة. تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران البري. يا سلام، خلوني مع بشاير 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 بشاير، والجماهير كذلك تنتظر وتنتظر. يا سلام، لاحظ معاي يا مخرجنا، أرجوك رجاء خاص تعطيني اللي في المركز الثاني، أرجوك. حماس، ولكن خلوني مع بشاير، خلوني مع بشاير. بشاير ولا حماس، الكل مملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. بشاير ولا حماس، قلت لك يا مصورنا عطني حماس اللي تحتل المركز الثاني، ولكن بشاير ما طاعت. بشاير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكذلك المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. يا سلام يا سلام، تهانينا على كل حال. نزفها على الهواء مباشرة إلى مالك هذا الشعار. بالفعل شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني كما ذكرت متميز بما تحمله الكلمة من معنى في هذا المساء. تهنئتنا له على المركز الأول والمركز الثاني. يوم المركز الثالث تصلنا في المركز الثالث، الحيدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. أما المركز الرابع تصلنا الغزيل لفاران بن محمد بن قريع. أما المركز الخامس وضحى لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهنئتنا لكل الإخوة الفائزين. شاهدنا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأفاضل الشوط المثير، وهو الشوط العاشر المخصص لجذاع الأبكار. كانت القيادة بقيادة بشاير التي ذكرت حينما أتاني اسمها على شاشة التلفزيون، وعبر كذلك الكشف الموضح لدينا قلت لكم انها ستبشر مالكها سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وكذلك مضمرها. ها هي لحظات وصولها، قاطعة المسافة في 7 دقائق و55 ثانية و13 جزءا من الثانية. التهنئة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز بشاير وتألق شعاره في هذا المساء. ونزف التهنئة مخصصة إلى ناصر بن مسفر الشهواني المركز الثاني. وصلت حماس، قطعت المسافة في 7 دقائق على كل